السلام عليكم خواتاتي وخوتي وكل متتبعي قناة هوا الصفاء فين ما كنتو. نتمنىكم تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم كيكة كتجي غزالة، هشيشة لذيذة وغنية. إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم، تجربوها لضيوفكم والقوتي الأطفال ديالكم. فإذا كنتي أول مرة أختي غادي تزوري القناة ديالي فكنقول لك مرحبا بك، وما تنسيش تفعلي الجرس الصغير باش نتوصلوا بجديد الوصفات. كذلك كنشكر كل أخت خدات من وقتها وخلت لي شي تعليق زوين. نمشي نشوفوا المقادير وطريقة التحضير نتاع هاد الكيكة هادي وفرجة ممتعة. غادي نعطيكم البنات المقادير والطريقة في نفس الوقت باش ما يكونش واحد الفيديو طويل. غادي نحتاجو زوج حبات ديال البيض، زوج بيضات، ندير واحد الرشة ديال الملح. دائما الملح اعتمدوها في الكيك ديالكم ولا الحلويات غير واحد الرشه صغيره. ودرت ساشي ديال الفانيليا. غادي نضربهم مع كاس ديال السكر ما يعادل 150 غرام. نضربوا كل شيء، ممكن ديروه في الدراب ولا في المولينكس ولا غير هكا تخدموا بالفوي عادي. نضيفوا عليهم ساشي نتاع الفلون، انا استعملت فلون عادي، ممكن ديروا فلون فاني، ومعلقه صغيره ديال الخل. بالنسبه للفلون والخل كيعطيونا واحد الهشاشه للكيك. خلطتهم، زدت عليهم كاس ديال الزيت ما يعادل 180 مللتر، وكاس نتاع عصير البرتقال ما يعادل 180 مللتر. بالنسبه لعصير البرتقال ممكن تعوضوه بكاس حليب او واحد ياغورت، يعني اللي بغيتو. خلط كل شيء هاد المكونات مع بعضياتهم ونضيفوا الدقيق. غادي نديروا في الاول واحد الكاس ونصف يعني 150 غرام، ومع زوج خمارات ديال الحلوى 14 غرام بيناتهم. غادي نخلطوا الخليط ديالنا ونشوفوا الى يحتاج عاد للدقيق، لحقاش بغينا الخليط ديالنا ما يكونش خفيف ما يكونش ثقيل. نزيد واحد نص كاس، حيت الخليط كيبان لي عاد خفيف، نزيد واحد نص كاس يعني نكملوا 200 غرام ديال الدقيق. زوج كيسان 200 غرام دقيق ويكون مغربل. نخلط الخليط ديالي، نوجدوا الصينيه اللي غادي نديروا فيها. انا استخدمت صينيه عاديه دائريه، القطر ديالها 26، دهنتها بالزبده ورشيتها بالفرينه. غادي نخوي فيها هذا الخليط وغادي نحيدو على جانب، ما ندخلوش للفران، حتى غادي نمشي نحضروا نوريكم لا كريم باتيسيير اللي غادي نزيد عليها الجبن، كتجي زوينه بزاف. غادي نحتاجو كريم باتيسيير. بالنسبه لا كريم باتيسيير شاركتها معكم، اللي ما شافتش الفيديو غادي نوريكم طريقتي، غادي تلقاو الرابط في صندوق الوصف. واللي ما عندهاش الوقت تقدر تاخذ ديك نتاع لابواط اللي كتزيدوها في الحليب. المهم كريم باتيسير ملي كتطيبوها تكون عاد سخونه، غادي نضيفوا عليها ثلاثه ديال القطع نتاع الجبن. انا استعملت الجبن المثلث ولا ممكن ديروا الجبن المربع، كتجي فنه البنات، كتجي فيها واحد المذاق مغاير، كتجي زوينه وكتجي لوغو ديالها كيجي زوين. المهم غادي ناخذ هذا الجبن المثلث نحطه على لاكريم وهي سخونه ونخلطه مزيان تنتاكد ان داك الفرماج داب، وغادي ديروها في واحد البلاستيك غذائي ولا لابوش ولا، وتوزعوها على هذاك الكيك. غادي نقسم نصف الكميه نتاع هاد الكريمه، غادي نوزعها على الكيك، ماشي ضروري توزعوها بشي شكل ولا، وزعوها هكا باش انا درتها هكا على شكل حلزوني، ولا ديروها خطوط ولا كيف ما كان الحال ماشي مشكل. النص قلت لكم درتو هكا من فوق الكيك باش يطيب معاها، والنص غادي نخليه حتى تطيب الكيكه ونعمرها في الوسط. يعني هذه الطريقه اللي غادي نستعملها. غادي صافي كما شفتوا درت الكريمه وزعتها، الفران ديالي راه سخون. تدخلوا الكيكه على نهار مهيله، تنقصوا لها العافيه وتخليوها تطيب حتى كتدخلوا السكين ديالكم يخرج نظيف، كتحمروا لها الوجه ديالها. ها هي الكيكه ديالنا طابت وتحمرت كما شفتوا. غادي نحيدها مع هذا الليمون، نديرها في واحد الطبسيل ونرجع معكم. صافي الكيكه حيدتها كما شفتوا من الليمون، كتجي خفيفه البنات، كتجي هشيشه فنه. هنا شنو غادي ندير، خليوها غير شويه تبرد باش يسهل عليكم التقطع ديالها. كنطراسيو الاول بالموس عاد كنبديو كندخلو لداخل كما شفتوا، كندخلو في الكيكه حتى نتاكدوا انها تفرقوا على بعضياتهم. نحيدوا ديك الطبقه الاولى وناخذوا ديك الكريمه اللي بقات لنا وكنت درتها في الثلاجه بلا ما طابت لي الكيكه، نوزعوها هكا على الطبقه ديال الكيك، عاد نردوا عليها للطبقه ديالها. صافي. والتزيين من الفوق غادي يكون اختياري لكم، انا خديت العسل
رشيتها بالعسل، دهنتها هكا بالعسل ورشيتها باللوز ايفيلي اللي حمرته شويه في المقله. صافي، تزيين بسيط وكتعطي لنا واحد النتيجه زوينه بزاف. البنات نتمنى تجربوها بالطريقه ديالي، كتجي غنيه. انا ما بقيتش كيعجبني كاع دوك الكيكات الناشفات ولا العاديين، كنبغي هكا شي كيكه اللي تكون غنيه فيها مذاق باين، فيها كريمه اللي كتخليها كتدوب في الفم زوينه. نقطع واحد المرسو باش نشوفوها مع بعضياتنا من الداخل كيفاش كتجي. غير كتستحق التجربه، كما شفتوا ماشي شي مكونات كثيره. نحيدو المرسو، كتجي زوينه. بالنسبه لكريم باتيسير ممكن ديروها شوكولا، يعني تزيدوا عليها كاكاو تولي شوكولا. نتمنى يعجبكم فيديو اليوم حبيباتي، شوفوا الكيكه كيفاش تجي خفيفه بزاف وهائله في المذاق ديالها. الى عجبكم الفيديو خليو لي لايك وبارطاجيوه مع اللي عزيز عليكم وشي تعليق زوين. وكذلك نرحب بكم في الصفحه ديالي على الانستغرام، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، تنضموا الى الصفحه ديالي. مرحبا بكم، ما نقول لكم غير خليتكم على خير حبيباتي، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، ودائما مع شي وصفة. الى اللقاء.